السلام عليكم، تحية طيبة أينما كنتم. أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. أنا دكتور لؤي الزعبي، برحب فيكم في قناتي، قناة هندسة طبية الحيوية على اليوتيوب. فيها بقوم بعمل فيديوهات لها علاقة بالهندسة بشكل عام والهندسة الطبية الحيوية بشكل خاص. في هذا اليوم راح أتحدث عن مقارنة ما بين الهندسة الطبية الحيوية والهندسة الوراثية. فأهلا بكم في القناة. طبعا هناك فروق وتشابهات ما بين الهندسة الطبية الحيوية والهندسة الوراثية، وهما مجالان حقيقة مثيران للغاية ولهما تأثير كبير على حياتنا وصحتنا. ما يتعلق بالهندسة الطبية الحيوية، الهندسة الطبية الحيوية هي تخصص يجمع بين مبادئ الهندسة والعلوم الطبية والرياضيات والعلوم الأساسية لتطوير تكنولوجيا ومنتجات هندسية طبية تعزز الرعاية الصحية. تشمل هذه التقنيات الأجهزة الطبية والبرمجيات الصحية والعلاجات الحيوية. المهندسين الطبيين الحيويون يعملون على تصميم وتطوير عدد كبير من الأجهزة والمعدات الطبية مثل الأطراف الصناعية، أجهزة القلب والأوعية الدموية، أجهزة تشخيص مثل تصوير والرنين المغناطيسي والأجهزة والأشعة المقطعية، معدات المستشفيات مثل أجهزة التنفس الصناعي. تطلب الهندسة الطبية الحيوية معرفة واسعة حقيقة في مجالات مثل الميكانيكا الحيوية والمواد الحيوية والإلكترونيات وعلوم الحاسوب، بالإضافة إلى التصميم الهندسي. من الجهة الأخرى، الهندسة الوراثية هي عبارة عن تخصص يركز على تعديل وتغيير المادة الوراثية للكائنات الحية الـ DNA بهدف تحقيق خصائص جديدة أو تحسينات وظيفية. التطبيقات الرئيسية لتخصص الهندسة الوراثية تشمل الآتي: تطوير محاصيل معدلة وراثياً لتحمل الظروف البيئية الصعبة ومقاومة الآفات، بالإضافة إلى إنتاج الأدوية والعلاجات الطبية خصوصاً باستخدام البكتيريا مثل الإنسولين، والعلاج الجيني لعلاج الأمراض الوراثية والاضطرابات الجينية، بالإضافة لأبحاث في مجال العلاج المناعي للأمراض المزمنة مثل السرطان. تطلب الهندسة الوراثية معرفة متعمقة في علم الأحياء الجزيئي والكيمياء الحيوية والكيمياء العضوية وعلم الوراثة وعلم الجينات. الاختلافات الآن بيناتهم بين الهندسة الطبية الحيوية والهندسة الوراثية، مجال التركيز هو أحد أهم الاختلافات. في مثلا الهندسة الطبية الحيوية تركز على تطبيقات التكنولوجيا والأجهزة والمعدات في الطب والرعاية الصحية، بينما تركز الهندسة الوراثية على تعديل المادة الوراثية لتحقيق تحسينات وظيفية أو تطوير خصائص جديدة للخلايا والأنسجة. برضو في هناك فروق في التطبيقات. مثلا الهندسة الطبية الحيوية تشمل تطوير الأجهزة الطبية من خلال التصميم وتطوير الهندسي، وأيضا تطوير التقنيات العلاجية حديثة مثل هندسة الأنسجة. أما الهندسة الوراثية تشمل تعديل المحاصيل وإنتاج الأدوية والعلاج الجيني. هناك فروق في المعرفة المطلوبة. الهندسة الطبية الحيوية تطلب معرفة الميكانيكا الحيوية والمواد الطب الحيوية والإلكترونيات وتصميم الهندسي والرياضيات والفيزياء، بينما الهندسة الوراثية تطلب معرفة أكثر في علم الأحياء الجزيئي والكيمياء الحيوية وعلم الوراثة وعلم الجينات اللي هو. كلا التخصصين يسهمان بشكل كبير في تقدم العلوم الطبية وتحسين جودة الحياة. إذا كنت مهتم بالتكنولوجيا الطبية والأجهزة فممكن يكون مجال الهندسة الطبية مناسب لك. أما إذا كنت مهتم بالبحث الوراثي والتكنولوجيا الحيوية والجينات والخلايا، قد تجد الهندسة الوراثية مسارا مثيرا للاهتمام. شكرا لكم للمشاهدة ومتابعة الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا لمزيد من الفيديوهات التعليمية، وإذا كان لديكم أي سؤال أو استفسار يا ريت تتركوه في التعليقات وأنا بكون سعيد الإجابة عليه. شكرا لكم، مع السلامة.